برحب بكم مرة تانية من هنا من فلوريدا من أورلاندو، حيث اللحظات الحاسمة التي تسبق انطلاق القمر المصري نايتسات 301. مجهودات كبيرة جدا قام بها فريق مصري لظهور وخروج هذا القمر إلى النور ووصوله إلى قاعدة كاب كانيفرال قادما من فرنسا بعد تصنيعه، ووجوده هنا في قاعدة كاب كانيفرال لإطلاق القمر على صاروخ سبيس إكس فالكون 9. معنا السيدة اللواء حمدي منير العضو المنتدب للشؤون الفنية للنايلسات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. سيادتك، كنت متابع اللحظات الأخيرة قبل أن يتم وضع القمر داخل الكبسولة على جسم أعلى قمة فالكون 9. عايزين نقول يا فندم، اللحظات الحاسمة الأخيرة اللي حضرتك تبعتوها عشان إن شاء الله القمر يطلع إلى مداره بسلام. أحب أقول لك إن القمر الحمد لله مر بظروف صعبة اللي احنا بنقول عليها فورس ماجير. مش عايز أبدأ بالتاريخ، إنما عايز أقول إن جرى العرف سابقا إن بيتم نقل القمر من مقر تصنيعه من خلال هليكوبتر خاصة، وهذه الهليكوبتر تصنيع روسيا وأوكرانيا، ونظرا للظروف الجارية تم التوجه إلى استخدام النقل البحري. أول حاجة دي خدت رحلة طويلة حوالي أكثر من 19 يوم من مقر التصنيع إلى وصولها إلى كاب كانيفرال. في كاب كانيفرال بعد الوصول أنا بقول إن أنا سعدت إن أنا حضرت كل الاختبارات النهائية والهامة. أول حاجة إحنا حضرناها إن هو بعد وصول القمر بيتم عمل التأكد من صلاحياته بيسموها، وعمل النظافة اللازمة، والحمد لله تم ذلك بنجاح. دخلنا في المرحلة الثانية اللي هي إن احنا بنركب القمر على ما يسمى القاعدة الخاصة بيه، والقاعدة الخاصة بيه دي اللي هو هتبقى معاه في الكبسولة، يعني هتبقى الأساس في تركيب القمر على كبسولة الإطلاق اللي احنا بنقول عليها كابسوليشنز. تمام، حتى هذه المرحلة برضو تم تركيب القاعدة بنجاح على هذه الكبسولة، والحمد لله ما بقولش حاجة غير إما بنعمة ربك فحدث. كل الخطوات اللي تمت واللي تمت لاحقا وحشرحها كلها تمت بنجاح بدون أي شيء ولا أي عقبات ولا أي تأخير، تبقى للأجندة اللي موجودة. دخلنا بعد كده في عملية التفويل بتاع القمر. الفيول الحمد لله نتيجة التكنولوجيا اللي موجودة، ان وزن القمر الاستيميتد نقص حوالي 100 كيلو جرام، نتيجة ان الكومبوننت منها بنقول ان هو بقى الوزن بتاعها اقل. ال 100 كيلو مثلا سي اللي عاد علينا دوت، عاد علينا ان انا حطيت ال 100 كيلو اللي خسوا في الوزن او اللي قلوا في الوزن حطيت مكانهم فيول. وزننا القمر بالفيول بتاعه بيطلع في حدود 3.9 طن، 9 من 10 طن. ده المفترض ان هو يكفينا 16 سنة بإذن الله شغل، لكن عندي مرحلة بقيم القيمة النهائية المتوقعة بعد رحلة الإطلاق ووصوله في المقر النهائي 7 غرب. خلصنا بعد كده في تركيب الكبسولة أو الكابسوليشن بتاع للقمر. مش عايز أقول أنا لا، يعني لا أدافع عن سبيس إكس ولا منحاز لسبيس إكس، إنما بقول إن التكنولوجيا والحاجات اللي احنا شفناها في سبيس إكس وأنا يمكن ساعدت بيها أكتر لأن أنا كنت ويتنس على كافة الإجراءات، حاجة جميلة. على الأقل بلاش أقول حاجة جميلة إحنا ما شفناهاش وان تراديشنال في 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 اللونشر، يعني في القوازف. يعني عدينا هذه المرحلة في الكابسوليشنز، ومش عايز أقول إن الكابسوليشن تم على أعلى مستوى، وكل لحظة بنتحرك فيها الطاقم الفني بتاع تلس المسؤول عنها كل حاجة خطوة بتتم لازم يعمل اختبار.